سؤال جميل. طبعا أثناء السفر تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي، من ضمنها التسمم الغذائي وأيضا إسهال المسافرين، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي كتهيج القولون العصبي، عند تغير المناخ، تغير الطعام، تغير جذري في النمط المعيشي عند السفر. راح يعني نناقش الموضوع بشكل مبسط. التسمم الغذائي طبعا في معظم الحالات يكون الطعام الذي يسبب المرض تلوث الجراثيم، مثل جرثومة السلمونيلا أو فيروسات مثل فيروس نورو فيروس. طبعا الأعراض مهم جدا عشان نفرق بينها وبين إسهال المسافرين. أعراض التسمم الغذائي يكون بعد تناول الطعام الملوث مباشرة بساعات، ممكن يكون ساعة ساعتين، يعني إذا أقصى ممكن يكون يوم يومين، ولكن مباشرة بعد تناول الطعام الملوث يشعر، يبدأ المسافر يشعر بالأعراض. الأعراض هي شعور بالإعياء، القيء أو تطريش، الإسهال، المغص أو تقلصات في الأمعاء، أيضا فقدان الشهية وحمى، وبعض الأحيان قشعريرة. طبعا الإسهال يجب تعريف الإسهال. الإسهال هو البراز أو الإخراج ثلاث مرات أو أكثر من البراز الغير متماسك أو سائل القوام في فترة 24 ساعة، يعني خلال يوم أكثر من ثلاث مرات، لو كان مرة أو مرتين هذا لا يوافق تعريف الإسهال. قد يكون كما أسلفت اضطراب في الجهاز الهضمي كالقولون العصبي. أحيانا تكون أعراض القولون العصبي إسهال، والإسهال في القولون العصبي يعني يتحسن يعني بعد الإخراج، ألم البطن يتحسن تماما، وأيضا يكون مصاحب مخاط، ولكن لا يوجد أي دم في البراز. فلازم التعريف أنه أكثر من ثلاث مرات خلال 24 ساعة. طبعا مصادر التلوث، يعني في أطعمة معينة هي المشتبه الأول. نعم، مثل إيش؟ نعم. مثل إيش دكتور؟ مثل اللحم اللي هو الهامبرجر طبعا، والدجاج البروستد، والحليب، ومنتجات الألبان والبيض، وأيضا لا ننسى الصلصات والمستحضرات الغذائية المعدة مثل المايونيز. طبعا المايونيز والصلصات، نلاحظ بعض المطاعم الآن يعني في تشريعات منع استخدام الصلصة في المطاعم، المندي، هي تعتبر بيئة خصبة، يعني المايونيز والصلصات لنمو البكتيريا. نعم، تنمو هذه الأطعمة أيضا، خاصة إذا لم يكن تحضيرها خاضعا للشروط الصحية، أو قد تكون لم تكن مطبوخة جيدا، أو عملية الحفظ ما كانت بالطريقة الصحيحة، يعني في درجة حرارة أقل من 5. طبعا نطمئن المستمعين أو المسافرين، الحمد لله يعني معظم المصابين يتحسن من دون الحاجة إلى علاج دوائي، فقط يحتاج علاج مساند. العلاج طبعا تزول الأعراض مع العلاج المساند، الراحة وشرب الكثير من السوائل، وتناول الأطعمة التي يسهل هضمها. طبعا السوائل حبتها تكون تحتوي على أملاح، تعويض الأملاح المفقودة. طبعا المعروف مضاعفات الإسهال أو القيء هو فقدان الأملاح، فقدان ملح الصوديوم، ملح البوتاسيوم، لذلك ينصح بالسوائل أن تكون غنية بالأملاح وبالسكر. أيضا تناول أطعمة سهلة الهضم مثل الخبز، الأرز الأبيض، البطاطا، والمعكرونة والنودلز، والموز، هذه بعض المأكولات التي يحبذ الشخص المصاب بالإسهال تناولها. طبعا بعض الأحيان في يعني معظم الأحيان يوم ثلاث أيام تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها مع العلاج المساند، ولكن لو استمرت في بعض الحالات ننوه تستدعي زيارة الطبيب أو تدخل الطبي، عندما يكون نسميها ريد فلاج سيمتومز، يعني مؤشر خطر، عندما يكون القيء دموي يعني مصاحب بالدم، أو أيضا الإسهال يكون فترة طويلة يعني أكثر من ثلاثة إلى خمس أيام، وأيضا مصحوب بدم،
وايضا درجه الحراره تكون 38 38 ونص، تكون مرتفعه يعني 40 مع قشعريره، هي مؤشر ايضا زياره الطبيب، ومضاعفات الشديده للجفاف. طبعا هو العلاج الدوائي، بعض الاحيان نلجا الى العلاج الدوائي. العلاج الدوائي هو المضاد الحيوي. طبعا مضاد كما اسلفنا معظم الحالات تكون ناتجة عن تلوث الطعام بالبكتيريا السلمونيلا. طبعا الفيروسات هي يعني لا يتم معالجتها بالمضاد الحيوي، ولكن بشكل عام بدون تفصيل المضاد الحيوي نرجع له في بعض الحالات. ممكن أن نفصل فيه ماذا يجب أن تحوي حقيبة السفر يعني من أدوية ضرورية. في موضوع مهم جدا وهو تناول الحليب الغير مبستر. نجد هنا يعني البعض يهوى السفر أو الطلعات البرية، صحيح، وشرب الحليب ومنتجات الأجبان الغير مبسترة هي مصدر ليس فقط للتسمم الغذائي وأيضا مصدر للإصابة بالحمى المرضية. نعم تقصد يعني بدون غلي دكتور المبستر. نعم الغير مبستر. طبعا هو توجد قواعد لكيفية بسترة الحليب، وأيضا ليس فقط الحليب، الحليب ومنتجاته من الزبادي والقشطة وإلى آخره. هذا فقط يعني بشكل مبسط. طبعا إسهال المسافرين عشان نوضح الموضوع أنه الفرق، نعم الفرق ما بينهم دكتور، نسميها فترة الانكيوبيشن بيريود. فترة الانكيوبيشن بيريود يعني بعد الإصابة إلى ظهور الأعراض. عادة إسهال المسافرين يظهر بعد 5 أيام إلى 5 أيام، ليس مباشرة يعني مباشرة بعد تناول الطعام. يعني المريض يتناول الطعام بعد 3 أو 4 أو 5 أيام تبدأ الأعراض، هي مشابهة ولكن الغالب عليها الإسهال أكثر من الغثيان والتطريش. قد تكون مصاحبة بالقيء ولكن الإسهال هو أكثر، ولكن هي طبعا مشتركة في أعراض كثيرة. أيضا نطمن هو تتحسن أو تتشافى من تلقاء نفسها مع العلاج المساند، فقط لما تكون الأعراض الأشد سمية إذا كانت الفترة طويلة يعني أكثر من 5 أيام، أو في المسنين أكثر من 65، أو في الأطفال هو الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات إسهال المسافرين. إذا كانت الأعراض شديدة بعض الأطباء يقولك لا ينصح بزيارة الطبيب، يجب علاج بالمضاد الحيوي وهو سبرو فلوكساسين، أحد أنواع المضادات. نعم. 500 ميليغرام هو الحبة مرتين في اليوم ولمدة 3 أيام، هو كفيل بعلاج معظم حالات الإسهال المسافرين، وهو الميكروب الذي يسبب الإسهال المسافرين في أكثر من 90%. نعم. والإي كولاي إشريشيا كولاي. نعم. طبعا في موضوع مهم هو مضادات الإسهال، يعني مضادات الإسهال، الأدوية التي تخفف نوبات الإسهال اللي هو الإيموديوم. نعم. مشهور هذا العلاج، هو الاسم التجاري الإيموديوم. نعم. هو ينصح باستخدامه طبعا مع كل نوبة إسهال استخدام حبة واحدة، ولكن نضع يعني خطين تحت، لكن لا يجب استخدامه عندما يكون التهاب، أعراض التهاب القولون نسميه كولايتس، يعني لما يكون إسهال دموي وفي زحار الحاح، يعني لما يكون المريض يحتاج دورة المياه يكون في الحاح شديد، يجب ان يسارع لدورة المياه. نعم. وحرارة جدا شديدة، يجب عدم استخدام مثبطات الاسهال او مضادات الاسهال. نعم. هذه في بعض الحالات، ولكن غالبة الاحيان لما يكون اسهال مائي يعني ممكن استخدامه، يحسن الاعراض يسرع عملية لو الشفاء. طيب دكتور، يعني بعض الأطباء بيرى أنه استخدام الإيميديوم أو هذه الأدوية في يعني في بداية المرض يقول لك يعني اترك الأمعاء يعني تنظف نفسها، ثم بعد يومين مثلا إذا كان مستمر بالإمكان أنك تستخدم هذه الأدوية. جميل، يعني هي بعض الفكرة، يعني هو يعني نقطة واضحة إنه يقول لك هو تلوث، صح؟ نعم. هي أصلاً اللي هو تسمم الغذائي أو سهل بكتيريا أو طعام ملوث، فيقول لك دع الأمعاء، هو دع الأمعاء تنظف نفسها بنفسها. الإسهال هو تنظيف أو تخلص من الجراثيم أو الطعام الملوث. نعم. جميل. هذا عندما فالبعض يقول لك لا يرى استخدام الإيموديوم، ولكن لما تكون الأعراض شديدة
إسهال مثلا أكثر من 5 مرات 10 مرات حتما سيؤدي إلى الجفاف. طبعا هذه الحالات يتجه إلى المستشفى ويستخدم طبيا. احنا ممكن استخدام إيموديوم فقط الحالات التي لا يجب استخدام لما يكون مثل الإسهال الدموي لا يجب استخدام الإيموديوم. طبعا هو بعض المواضيع طبيا تكون أكثر من رأي ومختلف فيها. هذا من ضمن المواضيع التي يعني أكثر من رأي طبي ممكن يدلو في هذا الموضوع. نعم، ولكنك استشاري الباطنة. نعم. المعروف، ونثق برأيك طبعا في برامجنا. دكتور، يعني بعض الناس ممكن يكون على العكس تماما، يعني القولون العصبي وأحيانا مع السفر أو مع تغير المكان أو التوتر أو حتى الارتياح تختلف، يعني عمل يختلف عمل الجهاز الهضمي، ممكن أنه يكون هناك بدل الإسهال العكس الإمساك بالنسبة لهذا المريض. هل هذا طبيعي؟ يعد طبيعي؟ هل فقط ينصح بأخذ الخضروات الفواكه حتى أنها تساعده، ولا هو حيرجع من طبيعته بدون أي شيء؟ نعم، اللي هو تهيج القولون العصبي في السفر. هو القولون العصبي طبعا هو اضطراب وظيفي. نعم. كما نعلم ليس عضوي. يتهيج عند التوتر، العصبية، لذلك سمي قولون عصبي. نعم. تغيرات المناخية، تغير الطعام، الطعام جدا ضروري. المعدة أو الأمعاء متعودة على نمط غذائي معين. عندما صحيح. نسافر مثلا شرق آسيا الطعام يعني يتغير 180 درجة إلى البهارات، الفلفل، التوابل، فبالتالي المعدة أو الأمعاء غير متعودة أو القولون على مثل هذه الأطعمة، فيحصل اضطراب. الاضطراب إما يكون إسهال أو يكون إمساك كما يعرف. أوكي. بعض الناس يعني يكون لديهم إمساك أكثر، بعضهم يكون لهم. إذا كان إمساك طبعا المريض أو المسافر يعرف، طبعا الإنسان هو طبيب نفسه، ممكن استخدام الملينات أثناء فترة السفر، وإلا يعني الإمساك الشديد ممكن أن يعكر صفوة السفر. طبعا بعض الملينات كثيرة، ولكن أنا أنصح شخصيا في نوع من الملينات موفيكول. هو نوع من الملينات لا يعالج الإمساك، يعني لا يعالج الإمساك بإسهال. ضروري جدا أحيانا تعطي تستخدم ملين يعني يعالج الإمساك بإسهال. الإسهال يكون أكثر يعني إزعاجا للمريض. هو هذا يسبب ليونة في البراز، يعني أشبه إلى الطبيعي، ولا يسبب غازات أو آلام أو إلحاح عندما يكون الحاجة البرد. فهو أيضا يحتوي على بعض الألياف التي تخفف حدة القولون العصبي. في نقطة مهمة، كثير من الناس في السفر ليس فقط تهيج القولون، لديهم أمراض الأمعاء أو جهاز الهضم العلوي، الارتجاع الحامض في السفر تزيد الأعراض عندهم. أيضا تغير الطعام. فممكن هذا يجرنا للسؤال الثاني. طبعا حقيبة المسافر دكتور. المسافر يجب أن تحتوي على مضاد الحموضة أو خافض الحموضة، أنواع كثيرة ما نبغى نذكر أسماء. نعم صحيح. يعني معروفة لدى الكثير، الزنتاك وغيره، والأوميبرازول مجموعة كبيرة. هذا يعني يجب حقيبة السفر، خاصة شخص لديه اضطرابات. أيضا يوجد المضاد للحموضة نسميه الملوكس، أكيد الشراب الحليبي هذا أو الجوفسكون. نعم. يخفف الأعراض مباشرة. هذا من وسائل تهدئة الاضطراب أو المعدة، ارتجاع الحامض أو حرقان رأس البطن مباشرة. يعادل الحموضة. نعم. جدا ملاحظة مهمة. أما الخافضات الحموضة تأثيرها يمكن بعد 12 ساعة أو 24 ساعة، ولكن نعم. لا تعالج الحامض، زيادة الحامض أو فرط الحامض الموجود في المعدة. فهذه من الأدوية الضرورية. أيضا المضاد الحيوي السيبروفلوكساسين ضروري يكون موجود 500 ميلي جرام، العيار في عيار 250. أيضا محلول الجفاف أو محلول الإماهة، أوكي، وهي مساحيق يعني توجد في الصيدليات تحتوي على الكلورايد الصوديوم، يعني بعض الأملاح، البوتاسيوم، السكر، هي ضرورية خاصة لدى الأطفال لتعويض السوائل المفقودة مع الإسهال. في شيء ضروري مهم، بعض الناس يسافر بالباخرة أو بالطائرة، يصاب بنسميه احنا موشن سيكنس، دوار السفر. دوار السفر خاصة بعض الناس لما يسافر في قارب أو في سفينة يوجد علاج مضاد للهستامين اسمه بيتا سيرك. نعم. هذا معروف، هذا يستخدم قبل السفر مثلا بساعة ساعتين.
إضافة إلى بعض العلاجات مضادات الهستامين للشخص، يعني لو صار فيه مثلا تحسس من مثلا أحيانا تكون في السفر نسميه إحنا حشرات الفراش. نعم. يستخدم أيضا يصاحب بمضاد للهستامين. لا نخفى أيضا البنادول أو نسميه إحنا المشتقات البريستامول البنادول في نعم كخافض للحرارة هذا ضروري خافض للحرارة. في الاسعافات الاوليه ايضا ضروري انها تكون موجوده في حقيبه المسافر، خاصه البعض يعني هو السفر نسميه سفر المغامره، يعني تسلق الجبال او مثلا الغوص. البعض احنا عندنا طلعات البريه، في البعض يطلع البر لمده اسبوع اسبوعين في وسط البر، اوكي، في عمليات الصيد ايضا يجب يعني التزود ب الإسعافات الأولية وهي ضرورية. في شيء مهم لبعض الأشخاص المسافرين للمناطق الموبوءة بالملاريا. المناطق الموبوءة بالملاريا يجب أخذ العلاج الوقائي من الملاريا 4 أسابيع قبل السفر وأيضا أثناء السفر وبعد السفر، وتوجد علاجات كثيرة، ولكن شيء مهم الطارد للحشرات. في علاج أو بعض المواد هي طارد الحشرات، كريمات ممكن أو تكون بخاخ يجب استخدامها أيضا يكون من ضمن حقيبة السفر. وأتمنى أني ما نسيت يعني بعض لا بالعكس في علاج ضروري. طبعا في بعض الناس لما يسافر بالطائرة وارتفاعات عالية تغير تنفس أيضا الطائرة. طبعا لا يخفى الجميع قناة ستاكيوس هي تعادل الضغط بين الأذن الوسطى وبين البلعوم، أوكي، وبين البلعوم. فبعض الناس لديهم التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، زكام أو نزلة برد، فلما يعني يصعد الطائرة وتحلق ارتفاعات عالية يكون طبعا الشخص المصاب بالزكام انسداد في قناة ستاكيوس بسبب الالتهاب، فبالتالي يؤدي إلى أعراض شديدة، ألم في الجيوب وألم في الأذن وطنين، وأيضا يعني قلة السمع. هذا يجب استخدام نسميه احنا مضادات الاحتقان لو دي كونجستنت، أيضا متوفرة في الصيدليات، يجب أخذها قبل السفر وإلا سوف يعاني من آلام شديدة في الطبلة وطنين. بالإمكان استخدام إضافة إلى استخدام اللبان أو العلك. نعم معادلة هذا يساعد. وإذا كان, نعم. وإذا كان طفل رضاعة الطفل بالرضاعة الطبيعية أو بال طيب أو الصناعي. طيب دكتور، يعني بعض الناس ممكن أنه التنفس أيضا عندهم، هل لو هناك بخاخات للحساسية؟ جميل 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 جدا. إذا شخص إذا كان الشخص لديه ربو شعبي يجب استحاب أدويته، يجب استحاب أدويته من بخاخات سواء كان البخاخات الوقائية وقت اللزوم، عفوا اللي هو بخاخات وقت اللزوم الفنتولين، او اذا كانت البخاخات الوقائيه اللي هي الكورتيزون اللي هي سيروتايد سمبيكورت يجب استحابه. ايضا البعض الان جهاز البخار تطور ويوجد صغير حجم الكف، ايضا يجب على المريض مثلا اذا سافر يحمله معه وايضا يزود نفسه بسائل الفنتولين. في إبرة للحساسية، إبرة تعطى عضلية إذا كان المريض لديه تاريخ مرضي سابق في نوبات شديدة من الربو تستدعي مثلا عناية مركزة، يوجد حقنة الإبنفرين تعطى في العضل مباشرة، المريض يعني يدرب عليها وهو يحقنها في العضل عندما تكون أعراض شديدة جدا يعني أشبه الأزمة يعني. نعم. طيب كم يعني تجلس هذه الحقنة أو مفعول هذه الحقنة مع المريض؟ يعني لما يأخذ الحقنة يعني هذه فقط جسر قبل وصول الطوارئ، يأخذ الحقنة ويتجه للطوارئ. يعني مفعولها يعني بيكون لحظي يعني لساعات وليس طويلة مفعول، هذه مؤشر، هذا فقط نقول جسر للوصول إلى الطوارئ وليس علاج جذري، خلاص أخذت العلاج وأكتفي بهذا القدر، يجب استشارة الطبيب. يعني هي نقطة مهمة، يعني قبل السفر يجب التزود بالعلاجات بكميات كافية. نعم. يجب زيارة الطبيب قبل 4 أسابيع لأخذ المشورة الطبية. أحيانا يكون المريض يعني من ضمن النقاط يستدعي استخدام علاج وقائي من جلطات الأوردة العميقة، طبعا هو مجالنا، أنا كنت
ما حبيت أناقش يعني، بس قلت بما أنه وصلنا إلى إذا كان الشخص لديه تاريخ مرضي سابق والإصابة بجلطة أو كانت حامل أو وجود تاريخ مرضي أو عوامل خطورة أخرى كثيرة جبيرة، أو يجب استخدام العلاج الوقائي من الهيبرين إضافة إلى العلاج الغير دوائي، جوارب طبية ضاغطة، ممارسة التمارين على متن الطائرة، وأيضا المشي كل 30 دقيقة، وتناول كميات كبيرة من السوائل. نعم. طبعا إذا كان سفر طويل إذا كانت نعم الرحلة طويلة مو نعم. سفر نص ساعة ولا ساعة إلى ولا حنربك الطيارة دكتور، يعني إذا كانت ساعة أو ساعة ونصف الساعة لا مشكلة ما في مشكلة. سفر طويلة 8 ساعات يعني التوصيات العالمية من 6 إلى 8 ساعات، يعني مسافات طويلة إلى يعني سفر مثلا إلى ماليزيا أو سفر إلى كندا يعني أو إلى أمريكا، مسافات طويلة. أما مسافات قصيرة داخلية 3 ساعات 2 ساعات لا ما نحتاج يعني. جميل. هي فترة قصيرة. نعم هذا كله مبني على الدليل على البرهان ودراسات طبية.